متأكد إن البيت عندك نظيف؟ ما تقلقيش أختي، الشقة أمان على الأبيض. وهريدي؟ ما قلتلك ضربته البودرة. وبعدين بقى في المصيبة اللي حلت علينا ديت. البضاعة في الحفظ والصون يا معلمة. جدع يا ولد. والبوليس ملقاش حاجة عندهم؟ أبدا. أمال بيخبوا المخدرات فين؟ علم علمك يا فتحي بيه. قول لأبو نواس، الواد هريدي عامل إيه دلوقتي؟ صحته في النازل خالص يا حاج. آخر مرة هاجه وكان هيكسر دكان الألاف. لولا أختي بعتت جابت له تذكرة. واللي طالع عليه اليومين دول بقى ماشي في الشارع عمال يندع البت سمر. يعني ما بيشتغلش معاهم خالص بقى. شغال معاهم إزاي يا حاج؟ بعد ما البودرة لحست عقله. يعني إيه؟ هما اتنين بس دلوقتي اللي بيشتغلوا؟ اتنين بس ايه يا فتحي بيه؟ بمقام 10. ده غير الصبيان اللي عندهم. عندهم جيش من الصبيان عيال ايه؟ ما شاء الله. ولا الواد سالم ده؟ واد ابن جنية. وبعدين يا ارده يا اختي، انت هتسيب اخوك هريدي كده كل يوم بيضرب بودرة بفلوس كتير قوي، بعد كده مش هنلحق عليه. لازم نلحق عليه يا سالم، يا اما هيموت. يرضيك اخوك الكبير يموت؟ وعليكم انت بايه؟ ما تودوا المصحة. مصحة؟ هيعملوا ايه في المصحة يا مجدي؟ هيعالجوه طبعا. يعني ممكن يخف يا مجدي ويرجع ويبقى احسن من الاول كمان. يا ريت يا مجدي يا ريت. طب وقصة المصحة دي تتكلف قد ايه؟ تتكلف زي ما تتكلف، المهم اخوك يخف ويبطل المدعوم اللي بيدفعه ده. اه، ويقابل لنا واحدة تاني ويشم تاني ونفضل احنا نجري وراه. طب تبقى واحدة بس تهوب ناحيته عشان اجيب مصاريها بايديا. انا لو حد بس يلمني على البنت اللي اسمها سمرة دي كنت اوريكم راح اعمل فيها ايه. عارفة مدام البنت دي عملت كده واختفت يبقى اكيد في حد وراها. كلامك مظبوط يا سمرتي، بس مين من المؤذية اللي فكر في الفكرة ديت؟ شغلانة تعاكو دي شغلانة منفسة كلها اسفين. بعدين يعني هو مفيش تجار غيركم؟ كتير يا مجدي، بس الشغل كله جه ناحيتنا. اصل الصنف اللي معانا عالي قوي. ولما الصنف اللي معانا يخلص هتجيب منين؟ إيه؟ زي ما جبت اولاني هجيب تاني. خلي بالك يا سالم، مش كل مره تسلم الجرح. ليه؟ تو بتجيبوه منين؟